السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول النهاردة محتوى الكورس بتاع الفونكس ليفل 1، وهتلاقي فيديو كمان موجود عن محتوى الكورس بتاع فونكس ليفل 2، واحنا شغالين اوريدي في كورس الجرامر ليفل 1. لو استفدتي من الفيديوهات ما تنسيش تعملي لي لايك وتشيري للمامي اللي محتاجة الفيديو، وتكتبي لي كومنت حلو تحت الفيديو. يلا بينا نشوف فونكس ليفل 1. المفروض فونكس ليفل 1 ده بيبقى الاطفال من سن 5 سنين لسن 7 سنين، تمام؟ المفروض ان انا باسسهم فونكس ليفل 1. طيب اول حاجه ببتدي بيها الالفا بات. الالفا بات لازم ابني يكون عارف من ال A to Z، تمام؟ خلاص اعرفهم كويس، اعرف اسمائهم، اعرف كتابتهم. هدخل بعد كده على الساوند، على الاصوات بتاعت sounds of letter، يعني اعرفوا ان ده اسمه A وده ب ك د أ وهكذا، تمام؟ خلصت ده كويس، هبتدي بقى اديله الفروق بتاعت الحروف. يعني عندي مثلا في فرق ما بين letter B و letter P. P ده ب، ده P بطلع فيه هوا. زي مثلا letter بطلع فيه ايه؟ هوا. انما ده بعمل فيه vibration زي van، موتور العربية لما شغله بيعمل تمام؟ لازم اعرفوا الفرق ما بين sound اللي هو صوت النحلة وsound، تمام؟ كل الفروق دي المفروض يبقى متأسس فيها كويس جدا. خلصنا الجزء ده، هنبتدي اعرفه ان ال letters، تمام، ليها اسم وليها صوت، تمام؟ ليها اسم وليها صوت ازاي؟ يعني انا مثلا عندي ال cow، طبعا عذرا على الرسم الجميل ده، الكاو الجميلة دي هي اسمها كاو بس صوتها تمام. عندي مثلا الكات القطة، هي اسمها كات بس صوتها مياو، تمام؟ يبقى الصوت كمان ليه اسم، يعني دوت مثلا اسمه A بس صوته آ، تمام؟ بس صوته آ، كأني بقول مد. اتفقنا؟ خلاص خلصنا الجزء ده كويس جدا، عرفناه يعني ايه صوت ويعني ايه اسم. هبتدي بقى اشتغل كل الشورت بتوعي. اول حاجة هشتغل على الشورت A واديله الحالات كلها اللي هي مثلا الـ at family والـ an family زي fan مثلا والـ ab family زي cab والـ ad family زي dad، واديله كمان ال A L L اللي هي بتتنطق A زي Paul Call Mall، واديله كمان ال A زائد ال R زي Star بتتنطق A R Star، تمام؟ واديله ال Short، ولازم بعد كل مرحلة اعمل Reading، هو ده اللي بيثبت المعلومة. وهديكي بعد كل مرحلة Story او اكتر من Story ابنك يقراها، وبعدين هبتدي اديله شورت اي واديله الحالات بتاعها اللي هي الاي الاي تي وزي كلمه نات والبي ان. افرضي ابني مش عارف يقول الساوند بتاع الاي اللي هو اه اه، هقول له ان الاي بعملها فتحه كده، يعني اقول بان بان زي عيله الاي ان، بقول زي بان عيله الاي تي زي نات نات، تمام؟ ما اقولهاش كسرة عشان الاي هي اللي بنطقها كسرة. وعيلة الاي جي زي كلمة لاج، تمام؟ وفي الاخر اعمل له ريدنج. عندي كمان الشورت اي زي عيلة الاي جي الاي بي، اي جي زي بيج فيج، والاي دي بقى هي اللي بنطقها فعلا كسرة. والاي بي زي لاب، الاي ان زي بان وان، تمام؟ وعندي كمان الشورت O، وعرفوا ان الساوند بتاع الـ O اه اه، ما اسمهوش
او اسمه ا تمام، كاني فاتحه وبضمها زي مثلا عيله الاو بي اللي هي مثلا اكزامبل توب توب، ما اسمهاش توب اسمها توب تمام، زي مثلا عيله الاو تي زي مثلا دوت دوت تمام، وفي الاخر اعمل ريدنج تمام. المرحله دي بقى بعد ما اخلصها لازم اعرف ابني البعض يعني سام كده colors بعض الالوان تمام، بعض الالوان اعرفه الفاميلي عشان هو كورس متكامل لازم اطلعه منه معاه حصيلة كلمات كبيرة زي مثلا ال parts of body اجزاء الجسم وبس، عشان في المرحلة اللي جاية انا المفروض هديله بقى الاجزاء دي كلها بالكلمات لما يبتدي يكون معايا جمل. انتظروني وتابعوني في فيديو الجرامر ليفل 1، ان شاء الله ابنك هيكون من الممتازين ومش هتحتاجي ولا تدي دروس ولا تودي كورسات، بس ما تنسيش تشيري للمامي اللي محتاجه الكورس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.